السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وإن شاء الله غادي ندير معكم الكبدة المشرملة بالتيرموميكس اللي كطيب وكتوجد في 10 دقائق وكتجي لذيذة وكتجي فتية. جربوها الطريقة هذه، راه غادي تعجبكم إن شاء الله. غتبقوا معايا مع المقادير وهانتوما غتشوفوا معايا وتبقاو حسن لاخر الفيديو. حطيت لكم بعض الشواهد ديال الناس اللي جربوا التيرموميكس وشنو رايهم في التيرموميكس. بالنسبه للمقادير، كنجيبوا الكبده، انا عندي هنا الكبده 500 غرام وخلطها مع القلب وطريفات ديال الشحمه من الكلوه. هنا عندي زيت الزيتون، الحامض، قزبور المكنوس والثومه والفليفله والعطريه اللي فيها الكمون والتحميره والملح. اول حاجه على بركه الله غادي نبداو نديرو ربطة ديال القزبور والمكنوس وخمسه ديال النصوص ديال الثوم، وغادي ندير الكوفركل مع الكوبلي ونبروغرامي 3 ديال الثواني سرعه 7. هنايا من بعد 3 ديال الثواني صافي تشلطه ديال البصله الثومه عفوا والقزبور والمكنوس، وغادي نضيف الكل، نضيف الكبده مع القلب اللي مقطعته اللي مقطعين طريفات صغار وشحمة ديال الكلوه، وغادي نهبط الجوانب بالسباتول كما كتشوفوا هنايا، وغادي نضيفوا ديك الساعه العطريه ديالنا. بالنسبه للكمون ما كنكثروش، يعني كنديروا غير نص معلقه ديال الكمون ولا خليوه حتى كاع ملي تسالي طيب وديروه حتى الاخر. هنايا دابا كنضيف ديك 500 غرام ديال الكبده ما بين القلب والشحمه ديال الكلوه، هادي باش كتطلق فيها داك اللي دام ديك الشحيمه هي اللي كتزيد كتلددها. يعني درت التحميره الملح والكمون وفلفله، يعني اللي بغى يدير السودانيه يديرها على حسب اللي كيبغي الحار. هنا غادي ندير بالنسبه لزيت الزيتون غادي نديرو 50 غرام، وغادي نضيف واحد 20 غرام 5 غرام من عصير الحامض. هنايا 5 غرام بركه، وغادي نسد عليه ندير الكوفركل، نهبط الكاع اللي كاين اللي بقى لي طالع الفوق باش كيهبط ليا لتحت ديك التشرميله ما تبقاش لي الفوق. هنايا غادي ندير الكوفركل مع الكوبلي ونمشي نبرمج التيرموميكس. غادي نسليكسيوني الوقت وغادي ندير 10 ديال الدقائق، 10 ديال الدقائق كافي باش كطيب الكبده باش ما تجيكمش قاصحه. هنايا غادي ندير درجه الحراره فاغوما، وما تنساوش نقلبوا الموس، يعني الا خليتوا الموس راه غيطحل لكم كلشي. هنايا غادي ندير كويار معلقه، ومن هنا 10 دقائق انا معاكم. كما كتشوفوا هانتوما هنايا دابا كتقلى على هاد الطريقه هادي. كتعرفوا بان التيرموميكس راه كيشحر مزيان وكيطيب مزيان، يعني حسن مع تمشي عاد تحطي المقله وتبقى بلاها وخايفه لا تفوت لك في الطياب وكلشي كتعطي الوقت. وهانتوما 10 دقائق داز، وهانتوما غتشوفوا معايا كيفاش جات هاد الكبده، جات غزاله وجات لذيذه بزاف بزاف. زعما غير جربوها كتجي، شوف ما درنا فيها لا ما لا والو، يعني ديك المريقه ديالها جات معلكه بديك التشرميله بكلشي. كما كتشوفوا دابا غادي تحطوا عليها واحد طريف ديال السيترون وديك الفليفله اللي كيبغي الحار كياخذها، يعني واللي كيبغي كاع يدير السودانيه معاها وكتجي حاره كتجي لذيذه. كنقول لكم بالصحه والراحه، وغير جربوا هاد الوصفات ديال التيرموميكس. راه التيرموميكس راه كيسهل علينا كل ما صعب، يعني ماشي كاينين بعض شي وحدين كيخرجوا كيقول لك لا علاش كيصلح التيرموميكس، التيرموميكس غير كيعجن وصافي. لا بلاكس، هانتوما كتشوفوا كيطيب جميع الوصفات، خص غير اللي تعرف كيفاش تبروغرامي التيرموميكس وتعرف كيفاش تخدمه. راه ضروري ما كتكون معك قبل ما كتاخذو، راه كتاخذو كتكون مع كونسيير اللي كتعلمها اللي كتوريك كيفاش تستعملي هاد الروبو هذا، ماشي غتشريه بالثمن وتخليه غير محطوط. لا بلاكس، انا كنصحكم بان تشوفوا مع الكونسيير ديالكم باش تشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال ديال التيرموميكس باش نتوما تستغلوه وطيبوا فيه جميع الوصفات.
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وغادي نخليكم دابا مع بعض الشواهد ديال الناس اللي كنت ديت لهم الترموميكس ودرت معاهم لا ديمونستراسيون. هانتوما غتبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. فدابا الكيك ديالنا طاب، فكما كتشوفوا صراحه راه فاش كان كيطيب كانت كتعطي واحد الريحه زوينه بحال شي صابلي كيطيب، بحال شي حاجه كانت كطيب زوينه، ماشي ريحه الكيك، كانت واحد الريحه اللي هي تحسي بها جديده. فهذا هو الشكل ديالها، هانتوما كتشوفوا الكيك ديالها كيفاش كيجي اسفنجي بزاف ورطبه، انت كيفاش كنقيسها هكا بصبعي. فهاد الكريمه ديالها ومع التفاح، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، فكتجي الصراحه كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف. فحنا راه ما درناش في شي مول اللي كيتحل، داكشي علاش ما جبدناش. وهادو هما لي غوسيت اللي درنا في الترموميكس. فالصراحه انا ننصح بها الترموميكس اي واحد كي جا كلوبنا بصراحه الترموميكس شي حاجه الصراحه اللي هي تستاهل، ما تندميش عليها الا حليتيها والله العلي العظيم. غادي ندوقوا سيترونات دابا بحال هذا، وجد في ثانيه ياك جوج ثواني. دابا انا هذا فاش كنت كنبغي نصايبو حك القشره، نقي ديك البيض اللي الفوق، قطعو طريفات، وحيد العظام وطحن وصفي وغسل الميكسور فهذا كيوجد زعما ميم با زعما تبارك الله زعما. دابا غادي ذوقي دابا وقولي لي كي جاك، واش نفس هذاك اللي كتصاوبي وحك وحسن كاع والله الا كيبان بحال داك بحال كتشربيه في شي ريستوران ولا حاجه. يصلح حتى صراحه زعما هذا الترموميكس شي حاجه زعما لا زعما انا كنصح بيه والله العظيم الا من الا كنتمناه لكل امراه يكون عندها في الدار. علاش؟ لان غادي يهنيها وغادي تعطي لولادها شي حاجه صحيه، يعني بلا علاش غادي نمشي نشري انا دي جي من برا وكلشي هما كلشي غير برودوي كيميك. بصح غنصايبو منها كنقتصد. والترموميكس راه ماشي شي حاجه اللي غاليه، راه تلقاي الا كنتي كتجمعي غير 45 درهم في النهار راه غتشري الترموميكس. شري الترموميكس ومن غير مثلا بحال حتى اللي البنات اللي مقبلات عيوا تشري بحال دابا انا عجانه بوحده، الاير فراير بوحده، هاد الميكسور خاصك غير بصح. دابا بحال مثلا انا كنقول غادي ندير خصني نشري عجانه، هي كنقول لا كنقول وعاد خصني نشري عصاره، قلت لها غنشري عصاره غنشري الهاشوار اللي بداك يعني كلها. راه فعلا الا جيتي تجمعي كلشي غتلقاي راسك. هذا راه اقتصادي، انا كنقولها اقتصادي وفلوسه حلال حلال، ما غاديش تنتمي عليهم. سي فغي كتبان 16700 درهم كتبان شي حاجه كبيره، ولكن راه حق ذاته هو راه ما كبيره والو، لان شي حاجه اللي غتهنيك وغتغمضي عينيك وفي المدى الطويل. ماشي كديروا مدام فاطمه لي فاسيليتي بيان سور كاين احسن 3 سنين في الكريدي، يعني كتخلصي 464 درهم. هي خصك تكوني موظفه هذيك الوراقات حنا اللي كنتكلفوا بالكريدي، يعني دايرين شراكه ما بين لابين سي دايرها مع الشركه، داكشي باش ما فيش ليزام تاع، لان الشركه كتخلص واحد القدر باش ما يطيحش الواحد في هذه الريبه. يعني راه سو زانتيغي، انا لو كان شي الانتيغي ما تشوفونيش كنهضر على الكريدي. بعدا هادي نتقنا منها ونتمنى الله كل واحد الله يجيب له رزق لشي واحد يشربوا. امين. واللي ماشي موظفه وبغات تاخذ ترموميكس دير اختبار مع صحاباتها ومع العائله، ولا تسلف وتبقى تعطيهم بشويه بشويه منك اليوم ملي كتسالي كيجيبوه لك. لا دابا الا درتي دارت ملي كتجيك نوبت كتجيك ديك مليون باش تاخذيها تخلصي تاع الكاش. الكاش منها كتربحي هاد لي كادو اللي غادي ينفعوك، الصاك والكتاب وهذا داكوغ صافي مرحبا.